صحيح في المنطقة نفسها التي حصل فيها الحادث الأمني أمس، اليوم حصل قصف مدفعي على هذه المنطقة، وتم الإبلاغ عن إطلاق صواريخ من سهل القليلي جنوب لبنان. هذه المنطقة التي شهدت في الفترات السابقة أكثر من مرة إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل من قبل فصائل فلسطينية. إذن بعد يوم من الهدوء الحذر والترقب والحذر وحبس الأنفاس، الآن حصل هذا الحادث الأمني بالتزامن مع الصواريخ التي كانت توجهها حماس لعسقلان. هذا هو الحدث الأمني، سنبقى معكم لترقب تداعياته إذا ما كان سيتطور، وإذا ما كانت هناك يعني تفاصيل أخرى حول هذا الحدث الأمني لنبلغكم بها. ولكن نعم. يعني هذا الأمر إذن من سهل القليلي تم إطلاق هذه الصواريخ على إسرائيل. عدد هذه الصواريخ التي خرجت، هل هناك مزيد من التفاصيل حول ذلك؟ حتى هذه الساعة ليس من تفاصيل، ولكن نحن سنترقب ونأتيكم بكل هذه التفاصيل. ولكن ما يمكن يعني قوله الآن بعد دقائق قليلة جدا على هذا الحدث الأمني، أن الحدود الجنوبية ورغم كل الهدوء الذي سادها منذ ليل أمس وهذا الصباح وحتى الآن، الحدود الجنوبية تبقى مفتوحة في أي لحظة على أي تطور أمني ممكن مثل هذا الحادث الذي حصل قبل لحظات. إيمان جبور كانت أرسلت لنا قبل لحظات وأنت معنا وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن سقوط صواريخ أطلقت من لبنان في مناطق مفتوحة ولا أنباء عن إصابات، وهذا يؤكد ما تتحدثين عنه وأشرت له قبل تقريبا 10 دقائق من الآن. الآن شكوك بمحاولة تسلل على الحدود اللبنانية، وفي أخبار عاجلة إيمان جبور مراسلة الغد تتحدث عن أن الجيش الإسرائيلي يقصف مناطق في جنوب لبنان. إذن الجيش الإسرائيلي يقصف مناطق في جنوب لبنان. حتى الآن الصورة هادئة لديك بعد إطلاق الصواريخ كلودي؟ الجيش يقصف ليس في هذه المنطقة، في منطقة حدودية أخرى. هذه المعلومات أصلا التي كانت لدينا، يقصف منطقة الظهيرة، هذه المنطقة التي حصلت فيها بالأمس عملية التسلل. ولكن أيضا إشارة حازم بأن إطلاق الصواريخ كما ذكرت زميلتنا إيمان في مناطق مفتوحة، هذا الأمر هو يأتي من ضمن قواعد الاشتباك الحاصلة في لبنان. إذا ما كانت هذه الصواريخ لم تستهدف أهدافا معينة، فهذا يكون من ضمن قواعد الاشتباك. سوف نرى القصف الإسرائيلي إذا ما كان استهدف أماكن محددة أو مراكز محددة كما حصل بالأمس، أو أنه وقع أيضا في أماكن مفتوحة. وأود الإشارة إلى أنه إلى أن صفارات الإنذار أيضا أطلقت في مقر اليونيسف في القطاع الغربي جراء القصف الإسرائيلي. هو إجراء روتيني تعمد إليه اليونيفيل عندما يحصل أي تطور أمني، وإطلاق صفارات الإنذار قد حصل أيضا. هذا يعني يؤكد كل هذه الأحداث الأمنية الحاصلة في جنوب لبنان وتحديدا في القطاع الغربي.